الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان أحمد إذا وجد نصا أفتى بموجبه ولا يلتفت إلى ما خالفه كائنا من كان. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن قد مات، فكيف نرفع أصواتنا على صوته؟ الجواب: كل من رفع صوته على صوت السنة فقد رفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال له: قال رسول الله كذا وكذا، وتجده يرفع صوته ويعارض الحديث ويرده، فهذا ممن رفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يفعل: أمر الحاضرين بالسكوت وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يرى، أي عبد الرحمن بن مهدي، يرى أنه يجب الإنصات عند قراءة حديثه صلى الله عليه وسلم، كما يجب ذلك عند سماع قول الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول، أي احذروا أن تحبط أعمالكم، أو خشية أن تحبط أعمالكم، أو كراهة أن تحبط أعمالكم، أو منعا أن تحبط أعمالكم، فنهاهم الله عز وجل عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى أيضا، أي ابن تيمية، فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول يخاف من أن يكفر به صاحبه وهو لا يشعر، أو يحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه، فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي لرسول الله من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال. إذن كل من رفع صوته فوق رسول الله فقد فوت هذه الواجبات الشرعية كلها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، رفع صوت يعني حديث رسول الله موجود لكنهم رفعوا الأصوات عليه، بس الحديث موجود لكنهم رفعوا الأصوات عليه، يقول ابن القيم: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم؟ تقديم نسف الدليل كله، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليها؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ الجواب: بلى رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى: فحذر الله المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر بها، فما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي رسول الله وطريقته قول غيره وهديه وطريقته؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ الجواب: بلى. وقال أيضا رحمه الله تعالى ابن القيم: فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه، أي بين يدي الله ورسوله، فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به الرسول؟ ولذلك قال غير واحد من السلف: لا تقولوا حتى يقول، إلى آخر كلامه
الذي ذكرته لكم آنفا في القاعدة التي قبلها. فهذا يفيد النهي عن هذه الأفعال المشينة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا ولا تجهروا، لا ترفعوا ولا تجهروا، وهما نهيان. والنهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم.